بن عفان، ونرجع لسؤال التاج، في أي تاريخ تحتفل المملكة بيوم التأسيس؟ في أي يوم تحتفل في تاريخ المملكة في تحتفل المملكة بتاريخ يوم التأسيس؟ ونروح للتاج الآن نسحب على إجابة هذا السؤال في حال يعني على بال ما تجهز اتصالاتكم. في أي تاريخ؟ 2 فبراير كل عام، 2 فبراير كل عام. نعم، إجابة صحيحة. نسحب على التاج على بال ما تجهز الاتصالات. وبعد آخر شيء في سؤال على التاج بعد الاتصال القادم إن شاء الله، خليكم قريب. طيب نروح، خلي لكم فرصة أنكم تكملون أو أنكم تشاركون في التاج. في أي عام أو في أي يوم تاريخ تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس؟ نوقف هنا. هذا من حط نقط كثير، الله يجزاه خير. فبراير، بشاير ألف مبروك يا بشاير. بشاير حاطة نقط إلى الأخير، وبشاير فازت معنا في السؤال الثاني، سؤال التاج. ألف مبروك يا بشاير.